تاريخ ورا. ده في في يعني حاجات كتير قوي. انا فاكره ان انت من اسماعيليه. فاول مره اعرف من قريب يعني ان انت من البحيره اصلا. بس ليك علاقه قويه قوي بالنادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي الكبير. فقول لي بقى كنت بتعمل ايه وايه اللي وداك من البحيره الاسماعيليه؟ يعني جت ازاي ده؟ لا انا من ناشئين نادي اسمه نادي بدر في محافظه البحيره، مركز مدينه بدر. فيها هناك نادي اسمه نادي بدر، النادي الاسماعيلي الشهراني مباشره من نادي بدر. فبقيت من ناشئين النادي الاسماعيلي. وطبعا الحمد لله يمكن اول سنه ليا كانت 2001 يا كابتن، 2002 الاسماعيلي خد فيها الدوري السنه دي. مع كابتن محسن صالح. مع كابتن محسن صالح انا كنت خلاص فريق اول مع كابتن محسن. كان هو اول واحد شافني واول واحد صعدني على طول. اول ما جيت صعدني فريق اول على طول. اول من شافك يعني 17 سنه. كابتن محسن صالح اول ما شافني طلعنا على طول. فالحمد لله توالد بقى خلاص صعدنا فريق اول. ومن هنا بدات الرحله في اسماعيليه. قعدت 9 سنوات متواصله في الاسماعيلي لغايه ما رجعت. الحمد لله النادي الاهلي بقى اشتراني، بقى تمت المفاوضات وجيت النادي الاهلي يعني. ايوه. انما بقى ازاي؟ عايزين نعرف الحته دي. ده الحته دي حته كبيره. ايوه. لا حته ده فيها شنطه يعني. فلوس اتحطت قدامك. شنط. بالظبط. الشنطه واحده. ما الكابتن هاني عارف كان رئيس النادي ساعتها كان الباشمهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك، وكان رئيس نادي الاسماعيلي ساعتها المهندس نصر ابو الحسن. فانا خلاص كان في فتره عارف يا كابتن طموحك بيقف في النادي وفي المكان. فنادي الاسماعيلي نادي كبير جدا، عايز تجدد طموحك في حته ثانيه. بالظبط كده. فحسيت ان صعب، بقيت اوصل كون نهائي كاس سوبر ما نوصلش، بطوله عربيه ما نوصلش، نهائي قبل نهائي الكونفدراليه ما نوصلش. فحسيت ان في لازم اغير، لازم اروح مكان ثاني. ومفيش انسب من مكان من النادي الاهلي. النادي الاهلي هو القلعه الوحيده في القاره اللي موجوده اللي بتقدر توصل لحاجه وهتاخدها. لان هو دايما بيبقى دايما النادي الاهلي بيبقى راسم بلان محدده ومعينه اللي هو لازم ياخد البطوله دي. وده فعلا اللي كان بيحصل على طول. يمكن الفتره دي بالذات دخلت طبعا مفاوضات قويه جدا نادي الزمالك. معلش انا اسف، قبل المفاوضات كابتن شريف عبد الفضيل كان بيسعى ان هو ينضم للنادي الاهلي ولا لا؟ ده جه عن طريق الصدفه. والمفاوضات طبعا يعني كانت اخذت وقت طويل جدا، كان في خناقات يعني اصلا. وبتقول شنط، انا بحسب انها شنطه، انت بتقول شنط. فبتقول في شنط فعلا قد كده يعني. كان في واحده كمان بقفل. واحده بقفل. يا سلام. ما انا عملت، بقيت منقطع عن التمرين زي ميسي كده دلوقتي. انت سعيد شفت ميسي دلوقتي منقطع عن التدريب 700 مليون. ما ده منقطع عن التدريب. انا عملت زيه. طب كمل لنا. ما انا انقطعت حوالي شهر عن التدريبات لان خلاص طبعا كان لازم اخد القرار ان انا انفصل. يمكن الكابتن علي ابو جريشه كان موجود في الوقت ده وقال لي شريف لازم تبقى موجود معانا وبتاع. قلت له يا كابتن انا لغايه كده وكفايه، ولازم لازم اشوف اجدد طموحي في مكان تاني. والنادي الاسماعيلي قال لي استفيد ماديا، لان طبعا الامور الماديه صعبه جدا. ان انا لو قعدت حتى بقى مطالب بان انت تدفع لي مبلغ كبير. بالزبط. مع الناس اللي موجوده فالاحتياجات مش هتكفي يعني. انك عبء يعني، لان الموارد الماليه في النادي الاسماعيلي قليله جدا يعني. فبالتالي الحمد لله دخلت مفاوضات، وانا كانت رغبتي محدده يا جماعه انا عايز امشي النادي الاهلي. واتكلمنا مباشره، واضح من الاول وصريح، واضح، لان المهندس نصر ابو حسن الكلام ده كان ليه مباشر. وقلنا له الكلام، وقلنا الكلام ده 100 مره في كذا حته. انا كان كلامي مع المهندس نصر ابو الحسن ساعتها مباشر، يا باشمهندس انا عايز اروح النادي الاهلي. ما كانش في ايجنت بقى ولا وكيل ولا الكلام، انت بتتكلم بنفسك. لا كان في المهندس عادل ابو القيعي. بتتكلم بنفسك. انا اللي بتكلم. المهندس عادل القيعي كان موجود طبعا، تواصل معانا وتواصل مع النادي مباشره بامانه يعني. وكان الكابتن تامر النحاس موجود على فكره. كمان في الفتره دي في اجزاء معينه من الحوار، لان احنا اختلفنا في الاخر في نقط معينه يعني. ده طبعا مش عايز اخوض في النقطه دي بالذات يعني. فتمت حته ان احنا خلاص دخلنا مباشره ان انا همشي ولا مش همشي، هتروح فين. فالزمالك دخل في الموضوع طبعا، هيدفعوا 5 مليون جنيه للاسماعيلي وبالتقسيط وحاجات غريبه كده مش فاهمها يعني. اخويا ساعتها راح نادي الزمالك عشان تم التفاوض، انا ما روحتش خالص. واحنا في دماغنا ان احنا مش هنروح نادي الزمالك خلاص، احنا كل ده تفاوض. كلام. كل مرحله تفاوض. كلام. فنصر ابو الحسن قال لاخويا لازم تروح نادي الزمالك تقعد مع الناس. نادي الاسماعيلي ما ينفعش يخرج لعيب من هناك، مش عايز اقولها كده يعني. النادي الاسماعيلي ما ينفعش، كان الفتره دي الجمهور رافض فكره ان انا اتباع مباشره لحد.
الجماهير كانت رافضه ده تماما. انت عارف الجماهير في اسماعيليه يمكن انت عارفه طبعا, طبعاً. بما انك ايه في الاريا في الاريا دي فالموضوع فالموضوع صعب. دي جماهير كبيره يعني الموضوع يمكن انت ملمه بامور الكوره يعني فالموضوع هناك صعب جدا تخرج من اسماعيليه مباشره تروح لنادي الزمالك او الاهلي وبالذات الاهلي. اوكي خلاص لان انت طبعا ده المنافس التقليدي والنادي الاهلي بالنسبه لك ده ماتشات ديربي ده طبيعي يعني في الكوره يعني. فالجماهير كان في صخب جماهيري شديد جدا فمهندس مصر كان كل الكواليس كانت في الغرف المغلقه تمام ما ينفعش تخرج بره يعني. فقال لي هو مش هينفع ابيعك غير للزمالك. قلت له انا مش رايح غير الاهلي وانقطعت عن التدريبات شهر متواصل. فاخويا طبعا كان موجود في نادي الزمالك واتحبس حوالي 9 ساعات هناك مش عايزين يطلعوه بجد. اتحبس والله اتحبس بيحاول في محاوله لاقناعه يعني ان انا اجي ان انت تروح عايزين ان انا اكون موجود جوه النادي. فانا قلت له مستحيل اروح. واخويا طبعا كلمني قال لي اوعى اختفي لغايه ما هديك التليفون واشوف هتروح فين. بس انت مش في بالك ان انت يعني مش يعني كنت تقريبا واخد القرار انه لو حصل هيحصل في النادي الاهلي. ده كان قرار يعني احنا لو موافقين على نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير وعريق طبعا. اكيد كنت هكون متواجد جوه النادي انما انا اصلا ما روحتش. ده اكبر دليل على كلامي يعني. انا لو الموضوع خلصان بالنسبه لي انا هروح الزمالك بالظبط. كان زماني موجود هناك وخلصت الموضوع خلص تمام. وبعدين تمام فخلاص المهندس الحاج محمد عبد الوهاب الحاج استاذ محمد يوسف المهندس عبد القيعي كل الناس دي بصراحه كان عملوا مجهود جبار. طبعا الكابتن محمود الخطيب يعني طبعا كان التليفون الاولاني منه مخلص كل حاجه هو بس قالوا بس الاولاني صدر اسمها ايه جمله كده جميله بتتقال بيطفو عليك على صدرك الاريحيه في بيديك اريحيه قوي في المكالمه الاولانيه يعني. فاول بصراحه ما كلمني انا خدت قرار يعني قلت خلاص يعني كابتن محمود طالما كلمني يبقى الموضوع عارف انت لما طمنك قوي طمنت في طمانينه كده. في ناحيه ثانيه تحس ان لا في حاجه غلط في حاجه مش مظبوطه تحس في قلق. فطبعا الحمد لله خدت قرار رحت عند الاستاذ محمد الحاج محمد ابو وهاب المكتب بتاعه وكان معانا المهندس عبد القيعي والاستاذ محمد يوسف طبعا وقعدنا والله العظيم قعدت 10 دقائق طبعا اخويا كان جانا الكلام ده كان بالليل خلاص كنا داخلين على الفجر بالليل ده يعني فضل في نادي الزمالك 9 ساعات وبعدين 9 الصبح من 9 الصبح رجع لك لما انا رحت هناك قاعد لهم لغايه ما هم بقى متحركوا وكده وجم على يعني دوبك صلينا الفجر تقريبا وكنا مضينا في 10 دقايق بالظبط الموضوع خلصان في 10 دقايق. طبعا اثناء ما احنا خلاص شريف في بقى لقطه طريفه كمان حصلت ساعتها. كان في جمهور نادي الزمالك كان بيلعب ماتش ودي في الترسانه في الوقت ده فالمفروض مجلس الاداره كان هيحتفل بيا بالصفقه دي وهي ايه هيحتفلوا مع الجماهير. اضحك بس انا مستني. فتقال لي ان انت اتقال لي ان انت موجود دلوقتي انا موجود في استاد الترسانه بلف على التراك. الله قال لك انت على فكره اول مره اقول المعلومه دي يعني قال لك انت تاني انا موجود انت موجود في نادي موجود في الترسانه بتلف على قلت لهم ماشي انا بلف اهو انا موجود فهم بيحتفلوا فعلا بيا وانا اصلا مش موجود. فهنا دي ضغط مليون في الميه يعني هو خلاص مجلس الاداره ساعتها طبعا كان في مأزق كبير طبعا يعني انت مش فاهم حصل فيه. كان الله يرحمه كابتن ابراهيم يوسف انا بحترمه جدا وبقدره كان طالع طبعا كل شويه في الاعلام شريف عبد الفضيل موجود زمالك. خلاص زمالك وكابتن حازم امام وكل الناس طلعت تقول ده خلاص موجود. رد فعل بقى نادي الزمالك معاك لما خلاص بقى عرفوا وتاكدوا انك مضيت وخلاص الصفقه دي خلصت ايه بقى كان رد الفعل؟ هل كان في كلام في رايح جاي ولا بالظبط؟ انا ليا دكتور وليد دسوقي ده صاحبي صديق ليا فقدروا يوصلوا له ده اللي كان الوحيد اللي انا بثق فيه وقدروا يوصلوا له يعني. فقالوا تعالى دلوقتي ارجع وهتاخد اللي انت عايزه الفلوس جاهزه كاش وانت عارف طبعا في الوقت ده كل حاجه بتبقى حاضره طبيعي في نقطه المرفضات في الوقت الحاسم طبعا بتيجي اللحظه الاخيره بصي كل حاجه بتتفتح يعني لو فلوس على الترابيزه اي حاجه هتطلع لك يعني ما كانش موضوع بعديها 5 مليون كان بعديها ممكن يزيد لا ده 5 مليون يعني. كان للنادي لا 5 مليون لا لحضرتك 5 مليون دي مباشره للنادي الاسماعيلي مش ليا خلاص. النادي الاهلي طبعا الحمد لله كان العرض اكبر احسن يعني انا برضو بصيت للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ماديا هيبقى ليه فلوس اعلى وفلوس كاش وكمان احمد صديق راح اعاره كمان اعاره بلس كمان احمد لعيب كمان يبقى انت ايه بقى وجه المقارنه طبعا راح جاي الزمالك دخل كان عايز يزود الفلوس كلها تاني عايز يزود على 5 مليون
وعايز يعمل اي حاجه وهيزود لي انا فلوسي كمان وكاش دلوقتي حاطه موسمين كاش على طول. انت عارف طبعا في وبقيت في النادي الاهلي طبعا ودخلت النادي الاهلي واول يوم بقى